وكما قلت المقالات اللي تكتبوا عليك تان قليله جدا، بصح حنا خيرنا بعض المقالات. نروح نشوفوا المقال الاول لنسرين سرغيني، هذا مقال قديم في 2010 الممثله نسرين سرغيني لجريده المساء الجزائريه. انتظروني في ايام الجحيم، وراهم ايام الجحيم. لا هذا سان بروجي اللي حبس جو سي با المخرج شريف روباش دوبي ما زدت شفته انا. درنا لا بروموسيون تاع الفيتون وما سدارش. صح، وانت هذا المقال لو هذا الحوار كان لك مع جريدة المساء. صح، وكل الناس تتساءل علاش حبس هذا المشروع، علاش تلغى مع انه نسرين وعدتنا به. تلغى جو سي با، المشكل كان في الرياليزاتور ما فاهمش مع البرودكتور وتلغى المشكل هذا، تلغى العمل. مازال متواصلين مع المقالات وانت راح توضحي اليوم الكثير من الامور. نروح ونشوفوا مقال اخر ديما حول نسرين سرغيني، العمل في انتاج اول فيلم جزائري قصير يثأر للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. هذا المقال في الموقع الاخباري روسيا اليوم بعد انتشار مقاطع الفيديو المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام. قريت مقال انه كاين فيلم سينمائي ومن المتطوعين للتمثيل في هذا العمل نوال زعتر في زياتي غورتي وايضا نسرين سرغيني، وهذا العمل تا ما شفناش. بروميير نوفيل هذا ما شفتو انا. العمل في انتاج اول فيلم جزائري قصير. ما عيطت لحتى سمعتيش بالمشروع يعني؟ لا كل هذا الاخبار مش مكتوب نسرين سرغيني. لا في المقال كاين نسرين سرغيني وكاين نوال زعتر وكاين في زياتي غورتي. عمل جزائري؟ لا ادري. ما تعرضش عليك؟ لا 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 لا. نسرين انت كي تكتبوا عليك اشاعات من هذا النوع سواء في الصحافه ولا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، ما ترديش ما توضحيش مع انه الجمهور ايضا عنده حق باش يعرف. لا ارد. والله العظيم لا ارد. الجمهور لو حب يعرفني يدي واش ياخذ نسرين واش تقول، ماشي واش يقال عليهم. هذا ما